قياداته هذا الحكي مالي معلوم ومن حكى مو قالوا هيك مو هم طلعوا واعترفوا بنفسهم. احنا مره نعتذر مره واحد قال لو ادري والله ما صق الصدام كان بقيته لو ادري هيك يصير والقطار ماشي ودنشعر انه احنا دنتعامل مع كل احترام وتقديري للاسماء ومضطر اقول هيك لان ابتلي على عمري دنتعامل وي بوخارست. ليش تبتلي احنا مو بلد ديمقراطي؟ اي ديمقراطية هاي اللي تمشي بالسلاح والدم سيد ليل حكيني فدوة اي ديمقراطية ابو ميثاق اللي بسلاح والدم بلد ديمقراطي تمشي ديمقراطي. اي ديمقراطية لا بالعكس احنا عندنا اصلا يعني مسحة من الديمقراطية لا توجد في كل دول العالم تقريبا وردة. عندنا انفلات بالديمقراطية ابوسك اقوم ابو ميثاق وصلنا الى مرحلة من 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 الحريات ما نوجدت في أحرق الديمقراطية. أبو ميثاق القصد ألزمك بالخير إن شاء الله. إحنا ما نخاف تمام. لا من سلاح ولا من دم ولا من أي رسالة وهذا كلامي لكل الزعماء والسماحات. إحنا ما نخاف أبد العراقيين ما نخاف نقلب والله اللي خلصنا من هالدم يخلصنا من الفاسدين والدمويين واللي استباحوا اموال العراقي. ابالي راح يذكر اسماء من قال اللي خلص صدام قلت راح يذكر له كم اسم. لا لا هسه احنا جاي يقول الفاسدين عم يقولوا اسماء والدمويين واللي استباحوا دماء العراق. جيد ابو ميثاق القصد يعني احنا كذلك هم لا ندعو العراقيين الى الخوف لانه العراق لباس الخوف ما يجي على يعني قدر العراقي مو ملبوس العراقيين الخوف بالعكس هذه الجهات الجهاديه واللي بذلة الدماء هي اللي التضحيات العزيزة والغالية اللي راحت هي من أجل أن تمتلك حريتك أنت وتبتعد عن هامش الخوف ولباس الخوف هذا اللي كنا عشنا به شبابنا راح بأيام الدكتاتورية البغيضة اللي أشبعتنا رعب وأشبعتنا خوف. السيد حسين يقول لك أنا الرسالة اللي أنت ذكرتها قبلها كأنما رجعتني لهيك شيء أو لهيك تصور بس هو صراحة هواية صراحة هواية أستاذ حسين. أنا ما قلت إنه إحنا جبناها بقوة الدم ولا جبناها بالدم ولا قلت هذا الحكي. قلت إنه مشروع الليبرالية الشيعية أسقط يعني لأنه ماكو فرصة واليوم كذلك راح يسقط أي مشروع للليبرالية الشيعية بلحاظ النيران المشتعلة بلبنان وهذا الحرائق اللي مشتعلة ما تسمح للجو المدني أنه ينتعش وينتج أصوات انتخابية. يا جماعة المنطقة غارقة في بحر من الحروب والتحديات فهاي فرصة الإسلاميين. هاي فكرتي يعني ما لا أجيب طاري الدم ولا جسمه. إحنا قلوبنا خلصانة من هاي